يقولون أمس في ردهم جهاز متابعة الأداء الحكومي، اسم كبير يا جماعة، والله إذا عندك مستندات قدمها. شنو سووا في المستندات التي قدمت عن طريق النيابة والمحاكم؟ هل سجن أحد؟ هل عوقب أحد؟ هل تم اتخاذ إجراء في أحد معين؟ لا، كلهم براءة. صندوق الجيش ايش قالوا لهم؟ قالوا والله على أساس الأوامر، حكم محكمة يا جماعة، حكم محكمة، ها؟ لأن الأمير الراحل أعطاهم إذن شفهي بأنهم يأخذون كتاب من وزير الديوان الأميري السابق، وجاء ورفع قضية ابن الأمير الراحل بأن هذا الكتاب غير صحيح. لا، ولا زالت العملية أكثر من مليار دولار لأموال الشعب. اطلعوا في حكم محكمة بأنهم براءة. لا لا لا، الفساد ما يحتاج إلى أوراق، الفساد نشوفه بعيوننا، الفساد في كل مكان موجود، الفساد لما نطلع ونشوف الشوارع هني، شوارع ابناء في منطقة المنقف. خالتنا اللي كلمتك ذاك اليوم تقول لك يا عبد الله بلغ في أمانة، أمانة كنت تبلغ في أحد شارعها لما تدخل بيتها معاها بنت، شارع 49 معاها بنت فيها عملية ديسك، تقول والله العظيم إني لا دخلت الشارع عند بنتي تتألم من الشارع الفاسد اللي أعطي مقاول فاسد، واللي أشرف على المقاول أيضا فاسد، لأنه سمح له يطلع بهذه المواصفات السيئة الغير مطابقة لمواصفات الحكومة في أو مواصفات الدولة في إنشاء هذه الطرقات. كل الطرقات في الكويت نفس الشيء.